السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في سكرت نوتس فرع اللؤلؤة. اليوم بنحب نتكلم عن براند اكس نيلو. براند اكس نيلو هو براند فرنسي تأسس سنة 2013. اهم ثلاث عطور موجودة بالبراند يلي هن جولد امورتالز، اوتكاست بلو، وفينينيوم كيس. طبعا بالنسبة لجولد امورتالز يلي بيميز العطر هو العنبر وحبوب التونكا وفاكهة الكثمري، طبعا هي اللي عطيته طابع جدا مميز للعطر. بالنسبة لأوتكاست بلو عبارة عن خشب الصندل وطحلب السنديان والتبغ والباتشولي. بالنسبة للفينيميوم كيس عبارة عن الزعفران والمسك والفانيلا. طبعا اليوم بكون انتهينا عن تقديم نبذة مختصرة من براند اكس نيلو. ان شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد، واي شيء بتحتاجوه اهلا وسهلا فيكم في سكرت نوتس فرع اللؤلؤة.